تجربة رقم أربعة، هاي التجربة اللي هي تابعة إلى symmetrical component. هذا الكود هو كود يحول لك من ال values ال three phase values بال A B C من symmetrical إلى asymmetrical، وبالعكس يحولك اياها من asymmetrical الى symmetrical. ولذلك هنا انا هاني بالشرح بالكومنت ايش كاتب؟ كاتب example 1 find symmetrical component of the following unbalanced voltages VA VB VC. example الثاني calculate unbalanced phasor of the following symmetrical component of unbalanced three phase current. معناها الحالة الثانية راح يوجد unbalanced for the symmetrical component، والأول راح find symmetrical component for unbalanced voltage. هذا الحل الاكزامبل الأول والثاني بكتابة write the program function of SYMC as unfile and save it with the name of، بالتأكيد لازم سيفها بنفس الاسم اللي هو SYMC. راح نكتب داله function بالنيو، طبعا هذا كله بالنيو unfile script. فالfunction هي small x equal to، ونسيبها بنفس الاسم SYMC. الانبوت الها هو capital X وكابتل كلمة case CASE. طبعا بالمناسبة عندي ايش ما اخذت small case، ما اقدر اخذ small case لان MATLAB already مستعملها already، عندنا function اسمها switch case هي كعداد، فما اقدر انا استعمل variable هو MATLAB already مستخدمه. فاخذت capital CASE لبيان الحالة اذا كانت when فهو احول من asymmetrical الى symmetrical، وإذا كانت الكيس 2 فهي أحول من السيمتريكال إلى أن سيمتريكال. هنا أنا معرف لك وير كابتل إكس معناها هذا الكابتل إكس، هذا سمول إكس معناها هذا الكابتل إكس is a matrix، رجاء انتبه عليه، of n symmetrical components with two columns of magnitude and angle that should be converted to symmetrical component. معناها هي ماتريكس تتكون من عمودين، العمود الأول هو الماجنيتيود والعمود الثاني هو الأنجلز لهاي الماجنيتيود. فمثلا أنا إذا أريد أحل السؤال الأول يكون الإدخال ذن الفولتيات هو كالتالي، الإكس راح تساوي العمود الأول هو 300 تحته 200 تحتها 100، العمود الثاني راح يكون 120 تحتها 90 تحتها ماينس 30. هاي هو الكابتل إكس. when case 1 equal to 1 لما يكون الانبوت هنا شنو 1، يعني معناها راح يكون إكس equal to SYMC. X هي عبارة عن matrix 300 تحتها 200 تحتها 100، هذا العمود الأول، العمود الثاني 120 تحتها 90 تحتها minus 30، الكيز هنا 1، هاي الحالة الأولى. أما إذا كانت الكيز 2 where X is a matrix of symmetrical component with two columns، أيضا هي
of magnitude and angles, نفس الشيء هم magnitude and angle that should be converted to asymmetrical. بس بهاي الحالة الانبوت راح يكون symmetrical, الاوتبوت راح يكون asymmetrical, والكيز راح يكون الادخال هنا 2. فبالحالة الثانية راح تكون x equal to s y mc, x راح ياخذ هاي القيم اللي هي symmetrical, فراح تكون شنو؟ راح تكون 3 تحتها 5 تحتها 4, هذا العمود الأول. العمود الثاني راح تكون ماينس 30 تحتها 90 تحتها 30, والكيز راح تكون 2. هسه أبدأ عملية التحويل من symmetrical إلى asymmetrical. إذا تلاحظوا يا يعني حتى أحول system من symmetrical, العفو من asymmetrical إلى symmetrical, يكون عندي أضرب هذا الانفيرس في قيم الـ asymmetrical component, معناها أي inverse في قيم الـ unbalanced value. هنا أنا إذا تلاحظوا وياي الـ x أجي أرتبها, هنا أنا قاعد أرتب وياك, إذا تلاحظ الـ x هي شنو؟ قيم كل الصفوف بالعمود الأول. هاي الفانكشن إذا تلاحظوا وياي هي تحول ديجري تو راديان, حول لي القيم الموجودة بالعمود, يعني مو دخلت قلنا إكس هي عبارة عن قيم تو كولوم, يعني دائما هي عبارة عن 3 روز, 2 كولوم X هي عبارة عن 3 روز و 2 كولوم. شو اسوي؟ خليهن X, ارجع حول لي اياها, خلي الماجنتيود كما هو عيفة, بس حول لي الانجلز اللي دخلتها ديجري حولها راديان. شلون احولها راديان؟ اكو بلت ان فانكشن اسمها ديجري تو راديان, ديج تو راد, ديج تو راد, هاي تحول لك الانجلز من الديجري للراديان, المن اللي هن موجودات بالعمود الثاني للماتريكس اكس. فمعناها نفس الماتريكس راح يكررها, بس يحول الانجلز اللي دخلناها من الديجري المن للراديان. بعدها راح هاي الماتريكس يسويها بصيغة البولر, يحولها الى الكارتيزيان كوردينيت. شلون يحولها الكارتيزيان كوردينيت؟ يحولها بالبولت ان فانكشن ايضا اللي هي اسمها بولر تو كارتيزيان. هاي بولر تو كارتيزيان شو تريد من عندي؟ تريد من عندي بالبداية قيم الانجلز وبعدين قيم الماجنتيود, فادخلها بس تاخذهن شنو؟ بالراديان. دخلت لها قيم ذني الانجلز وبعدين قيم شنو؟ الماجنتيود. شو ترجع لي؟ ترجع لي اكس وواي, كانما ترجع لي اياهن بصيغه اكس زائد جي واي كومبلكس نمبر. هاي اللي هنا أنا, بس أنا هنا أنا ما أطلب ما يعرفها هنا أنا على شكل ماتريكس X, بس مجرد يرجع لي رقمين X1 هو الريال نمبر, X2 هو الإيماجينري نمبر, وبعدين أنا راح أبين لك شون هذني راح أحولهن إلى كومبلكس كارتيزيان. هسه أجي هنا أنا الـ A كلكم تعرفوها انه هي واحد بواحد بواحد, هذا الرو الاول, الرو الثاني هو عبارة عن واحد ب A سكوير. الاي سكوير انت كيفك تريد تكتبها,
واحد بزاوية 240، أو تريد تكتبها هي عبارة وتخلي لها الماينس، أو تريد تخليها بهاي الصيغة، هو كونجكيت اكسبونينشال هاي الزاوية 120، فراح تطلع لك هي الاي سكوير. بعدها شي يريد من عندي الاي هو الكونجكيت اكسبونينشال ان من لل 120، هاي اذا بعدها هكذا تكمل حل الاي. هاي اذا ما تخلي لها فارزة منقوطة وتخليها مباشرة انتر، راح ترجع لك هي هذه الاي مباشرة، راح يطلع لك واحد بواحد بواحد، واحد بواحد بزاوية 120، العفو واحد بزاوية 240، واحد بزاوية 120، واحد واحد بزاوية 120، واحد بزاوية 240. هسه ارجع على نوع الكيس. if case equal to 1، اذا عندك الكيس مساوية للون يعني معناها راح احول من asymmetrical الى symmetrical، وهاي من احول من asymmetrical الى symmetrical شي يطلب من عندي، يطلب من عندي a inverse. symmetrical تحتاج ال a inverse في ال asymmetrical، فاني اجي هنا أنا مباشرة. اذا تلاحظوا اذن الاكس الاوتبوت هي انفيرس اي كومبلكس هاي بلت ان فانكشن، تاخذ اي الرقم الاول وتحط له بلس جي بي، يعني هنا أنا راح تاخذ القيم اللي استخرجناها اكس 1 واكس 2، اكس 1 تنزله وتحط له بلس هاي الفانكشن J X2، راح يصير X1 J X2 complex. إذن ال X راح يصير inverse A في ال complex X1 X2 حتى نحولها إلى cartesian imaginary complex number. Else ال X هو ال A في ال complex X1 X2، إذا أحول من ال symmetrical إلى أحول من asymmetrical إلى symmetrical الحالة القبلها اللي هي هاي تحويل إلى ال symmetrical values إلى asymmetrical أضربها في A. بعد ما اكمل هنا هاي الكيس 1، اذا كانت else يعني معناها الكيس 2 and هذا الاف. هسه اجي الاوتبوت، الاوتبوت مالتي راح يطلع هنا الحد اللي هنا راح يطلع بالكارتيزيان. انا شو اسوي؟ ارجع المن ارجع للبولر وبديجري. فبالبدايه نفس الاكوما فانكشن بالماتلاب تحول لك كارتيزيان تو بولر. شو تريد من عندك؟ تريد الريال وتريد الايماجينري اوف اكس. اخذ الريال اوف اكس، الريال تريد الريال والايماجينري، شو تحولها الار والثيتا. بعدها شو اسوي؟ اخزن القيم الماجنتيود، اخزنها في الكولوم الاول اللي هي مساوية الار، والقيم الانجلز الانجلز الزوايا اخزنها في العمود الثاني. بعد ما احولهن طبعا هاي القيم الثيتا بالراديان، احولهن ان من راديان تو ديجري ويكون عندي end، يطلع لي القيم angles 3 صفوف بعمودين. الصف الأول عبارة عن
الاكس values او عبارة عن قيم الماجنتيود، والعمود الثاني هو عبارة عن قيم الانجلز بالراديان. لذلك هاي هنا أنا راح اكتبها، يا اما استدعيها. هاي وين راح اكتبها؟ اكتبها بالكوماند ويندو، راح استدعي الفانكشن بعد ما اخزنها بالاسم SYMC. مثل ما اتفقنا انه الانبوت راح يكون عبارة عن 3 أعمدة، 3 صفوف بعمودين. فهذا مثل ما تعرف هذا الصف الاول فرز منقوطة، هذا الصف الثاني فرز منقوطة، هذا الصف الثالث. الكيس الاولى معناه حول لي هذني الانبالانس الى بالانس الى سيمتريكال كومبوننت. هذه هي الحالة الثانية كيس 2، حول لي اياها من سيمتريكال الى ان سيمتريكال. ولذلك هذا السوليوشن للحالة الاولى، هذا السوليوشن